السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالات والمحدثات ومن النيران، آمين يا رب العالمين. إذن بعد أن أتممنا قصة نبي الله نوح عليه السلام، نشرع اليوم إن شاء الله في قصة نبي الله هود، والذي سميت الصورة باسمه، صورة هود عليه السلام. رغم أن يعني هذه القصة ذكرت في يعني عدة صور، إلا أن الله عز وجل يعني بسط فيها الكثير من المعاني، ونبينا صلى الله عليه وسلم سماها بهذا الاسم. فيقول الله عز وجل فيها في قصة هود عليه السلام، قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذه بداية يعني القصة. فهذه الآيات الثلاثة في تبليغ هود عليه السلام قومه دعوة ربه، بين فيها الله تعالى كيف بدأ الدعوة إلى الله عز وجل. ولاحظ بدأ بأسلوب الاستعطاف والاستئناس، يا قومي، بل قبل ذلك وإلى عاد أخاهم هودا، وهذا معطوف على يعني ما سبقه من القصة الأولى، قصة نوح، في قول الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وذكر القصة. ثم قال و، يعني أيضا معطوفة زيادة عطفا على قصة نوح قصة هود، أي وأرسلنا إلى عاد الأولى، في عاد الأولى وعاد الآخرة العمالقة وغيرهم.
أخاهم في النسب فهو منهم، واحد منهم، وأخاهم في القومية فهو من قومهم. هذه نقطة مهمة جدا، لأن كان بعض إخواننا سمحهم الله عز وجل لما يعني فعلا يذكر بعض المسلمين اليوم يقولوا مثلا إخواننا النصارى، والله إخواننا يعني مثلا يعني الطائفة كذا وكذا وكذا، يقول كيفاش تقول أخونا، كيفاش تقول أخونا، ما هوش خوتنا. والله عز وجل يقول على الأنبياء وأقوام من المشركين يقولوا أخاهم، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى شعيب أخاهم، ما إلى مدين أخاهم شعيبا، وهكذا كثير فيها في القرآن الكريم. فالمقصود بذلك يعني هنا إخوة النسب، يعني واحد منهم، تلقى فيه من ولاد أعمام وولاد أخوان وفيهم وفي نفس الوقت من القوم، فهو داخل ضمن القوم كامل. لو ننسب يعني مثلا هود إلى أين يعني ينتمي، نقول ينتمي إلى عاد، قبيلة عاد، هكذا، هذا هو القصد. فالنسب هنا نسب يعني قومية، ونسب يعني أيضا عرق كما يقال، هذا هو المقصود. فلما مثلا يقولوا المصريين ولا يقولوا الشاميين وكذا إخواننا النصارى، يقصدون بذلك يعني إخوانهم في القومية مثلا. وبعض الناس يعني ما تعجبهمش الكلمة، خلاص ما تقولش أبدا خونا، شيء يعني التعصب إلى هذه الدرجة مش يعني. الأمر هذا لازم يكون يعني في العقائد، في القلوب، فهم في القلوب، في مفاصلة، فيه ولاء وفيه براء حقيقة، هذا في القلب. أما في يعني ما هو واقع حقيقة، فهم يعني إخوانك في الوطنية، إخوانك في الوطن، إخوانك في القومية إلى غير ذلك، فلا بد أن نقول هذا كما ذكر القرآن الكريم. وإلا فكيف يقول الله تعالى أخاهم، أخاهم هودا، كيف؟ إذن فهو أخوهم في النسب والقومية. أول شيء كما نعرف دائما يبدأ به الأنبياء، وهو دعوة إلى عبادة الله وحده. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دائما هذا هو الأساس في العقائد، أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ما لكم من إله، أي ما لكم من معبود غيره، فإن الإله الحق للناس هو ربهم الذي خلقهم ويربيهم بنعمه، وهو واحد، واحد باعترافكم، أي هو إله واحد لا شريك له، وهو معبود الذي لا يعبد غيره، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، وقلنا يعني هذه مسألة يعني أساسية، أول مسألة في يجب أن تعرض على الناس، هل حقيقة تعبدون ربكم أم لا تعبدونه حقيقة؟ كما احنا نشوف اليوم مثلا المسلمين يقولوا لا إله إلا الله، بل يعني البعض منهم يعني يجيب آلاف المرات لا إله إلا الله في الصباح والعشية، ولكن يعني في حقيقة الواقع لو تشوف الواقع تلقاه بعيد كل البعد على معنى لا إله إلا الله، بل لا يفهمها أصلا، بل يفعلوا نقيضها، إذن فلا تنفعه هذه الكلمة. فلابد أن يعرف الإنسان حقيقتها، ولذلك الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول شيء العلم، أول شرط في هذه الكلمة العلم، أن يعلم الإنسان معنى الكلمة هذه لا إله إلا الله. وذكرنا يعني في دروس سابقة أنها مبنية على نفي وإثبات، تنفي جميع الآلهة الباطلة، جميع الآلهة الباطلة كلها تنفيها، عب ما عبد البشر قديما وما يعبد البشر حديثا وما سيعبد البشر مستقبلا، كلها لا تعترف أنها تستحق العبادة. والناس طبعا عبدوا يعني آلهة شتى وما زالوا يعبدون أصناما وأوثانا
وحجارة وشموس وأقمار وأنهار وأشجار وحيوانات وأبقار ودينارا ودرهم. هؤلاء الآن هو معبود الناس اليوم، الدينار والدرهم، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد عبد، فهو يعبد الدرهم ويعبد الدينار، والناس يتقتل بعضها من أجل الدينار والدرهم. نعم. وعبادة الشهوات اليوم حدث ولا حرج، كل هذه فعلا المؤمن يقول أنا أكفر بها ولا أعترف أنها تستحق العبادة. شوفوا المعنى الرائع جدا يا أخي أحمد، تفطلوش لهذا المعنى، وصورة نقرأها دائما ولكن لا نقف عند المعاني. صورة الكافرون، وشوفوا شوفوا الأفعال، قل يا أيها الكافرون لا أعبد، درك لا أعبد ما تعبدون، درك لتعبدوا في درك أنا ما نعبدوش أيضا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد أنا في الحاضر. كي يقرأ الإنسان الإنسان يحاول يفعل الأفعال هذه اللي فيها، أي مش غير مش كلمة، كان بعض الناس يقول لك شو غير أعبدوا 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 أعبدوا، لا 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 لا، المقصود بها يعني معناها الأزمنة في الحاضر، أنا نعبد شيء وأنتم ما تعبدوا شيء آخر، واللي نعبد فيه أنا في الحاضر ماكش عاد تعبدوه أنتم في المستقبل، واللي عبدتوه أنتم في الماضي أنا ما نعبدوش الآن في الحاضر ولا أعبده أيضا في المستقبل. شوف هذه الصورة بهذا المعنى، كي تقرأها يعني فعلا لابد أن تركز جيدا في هذه الأفعال. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدوا الآن، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم أنتم في الماضي، شفت، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدوا في الحاضر، لكم دينكم ولي دين. هذه تمثل في عنا هذا النفي اللي ذكرناه في التوحيد. ثم بعد ذلك يجي الإثبات، إثبات أن الألوهية الحق والعبادة الحق والتذلل الحق والخضوع الحق لله وحده لا شريك له، يتفرد بذلك لا يشاركه أحد إلا الله. كيف يفهم الإنسان التوحيد بهذا المعنى؟ خلاص تعود واضحة الأمور في ذهن، مش دايما نحكيها ونضحك صراحة، يعني كل العجوز اللي شد سبحة لا إله إلا الله ومن بعد خايف على روحها الحساب تشد بسنيها وتجيب زقراي حشاكم نتاع الخمر، خطر ولدها ماهوش حاضر، ولدها هو اللي يبيع الخمر في الدار وماهوش حاضر، وجاو جماعة يطلبوا في الخمر، ما لا شد السبحة بسنيها باش ما يروحلهاش الحساب وشدها زوج قراعي نتاع الشراب هاكم، هيا فهمت، دخلها الدماغ، وينو التوحيد؟ وينو العلم؟ وينو ذكر الله؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما تفهم حد شيء والله ما عاد تفهم والو. ها؟ بالضبط إيه بالضبط نعم. عجيب جدا. كما حدثني واحد قال لي كان في لبنان قرا في لبنان، قال لي تشوف هذوك البنات تاع اللبسه المسيريه المزيره اللي تقولوا لي وجايه تصلي التراويح هي فهمت، وكي تخرج لبرا كي تخرج لبرا قال لي شغل كيما يقولوا السره باينه والسروال مش عارف مزير وكذا، وهي كانت في التراويح افهم دخلها دماغك انت هي فهمت احمد. واحدة الأمور غريبة هذه تبين لك باللي في إنسان ماهوش عارف حقيقة يعني هذا المبدأ العظيم، هذا الذي قاله الأنبياء من قبل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تلقى إنسان يعبد في شهواته ويعني فعلا يعتقد أنه يعبد ربه هكذا. ثم لاحظ وهذا يبين أيضا النفي،
إن أنتم إلا مفترون. نقدر مرة يعني كل ما نقرأ الآية هذه نقول وش العلاقة يعني بين يعني عبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم يقول لهم إن أنتم إلا مفترون، ما كنش يعني فعلنا فهم معناه حقيقة إلا اليوم وأنا أحضر في هذا يعني الدرس. فالشيخ نبه إلى هذا المعنى، قال أي ما أنتم في عبادة غيره أي غير الله عز وجل إلا مفترون كذبا. الافتراء والكذب، إذن لازم تربط المعنى بعضها. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي ما أنتم في عبادة غير الله إلا كذبا. وهذه قاعدة عظيمة جدا، يعني أن كل من يعبد غير الله فهو كاذب، بل هو ظالم كما سماه الله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم، لأنه أعطى حق الله لغير الله. التوحيد والعبادة لله وحق الله، نحو من الله عز وجل وأعطاه لغير الله، فهو كاذب وظالم في هذه الحالة. أي ما أنتم في عبادة غيره إلا مفترون كذبا عليه باتخاذ الأنداد والأولياء شركاء وتسميتهم شفعاء تتقربون بهم أو بقبورهم أو بصورهم وتماثيلهم وترجون النفع وكشف الضر عنكم بجاههم عندكم أو عنده. يعني أعطيتهم حق الله عز وجل اللي يكشف الضر وينفع، يعني فعلا يتقرب إليه أو يطلب يعني فعلا في الحوائج والله عز وجل. فأنتم يعني فعلا هذه الأشياء أعطيتهم لغير الله عز وجل، فأنتم تفترون عليه باتخاذكم يعني أندادا وأولياء شركاء. وهذا هو نفس الشيء الذي يفعله القبوريون عندنا نحن المسلمين. هذا الناس اللي يعني اتخذوا قبور الأولياء يعني شفعاء يتقربون إليهم يرجونهم يطلبون من النفع والضر يسألونهم كشف الضر عنهم إلى غير ذلك من هذه الأشياء. بل كما ذكرنا في دروس سابقة أنهم جعلوا لكل ولي اختصاص، هذا مختص في مداواة المرضى وهذا مختص في يعني دواء العقم وإعطاء الذرية وهذا مختص في يعني إرجاع المجانين إلى عقولهم. وهلو مجرى الناس عندهم الكلام هالشي هذا، يقول لك سيدي فلان مجرب، نعم مجرب في هذا الأمر هذا، يدوا له واحد قال لكم كتف يرجعوه ما شاء الله سليم العقل. هكذا يعتقد الناس. والبعض فعلا يعني يجي يدوا له إنسان مريض قال لك ادينا قداه المضار الطبيب ادينا الطبيب ما ينفعش فيه الطبيب، عندنا كارتونة نتاع ليزوردونونس كارتونة ما ينفعش فيه الطبيب بصح غير اديناه لسيدي فلان وذبحنا جدي عنده خلاص جاء الراجل ما شاء الله يعني صعب صحته لبس به جنراشو. هذه شفت مسلمين يعتقدون هذا الاعتقاد إلى اليوم، وخاصة في الغرب الجزائري شيء عجيب جدا. والله مرة تعجبت قدام باب تاع الثانوية، ثانوية كذا وكذا، وقدامها قبة ما كانش زوج متراش ثلاث مترات على الباب نتاع الثانوية، ثانوية وقدامها القبة هكذا بالباب الأبيض ومخضرة بالأخضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا واحد يجرؤ على أن ينزعها أو يهدمها مش من ذلك أبدا قدام الثانوية. فانظروا فعلا يعني أشياء عجيبة جدا يعني حار منها الإنسان. إذن فما يفعله القبوريون هو نفسه الذي كان يفعله
المشركون في زمن نوح وزمن هود وغيرهم. اي نعم بارك الله فيك. نعم هنا باين بالمسألة مسألة يعني معناها مس تعجن وغير ذلك. نعم ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال كثير من بعض الناس يعني معناه يصاب بمس ويعود به أمراض ولا جنون ولا شيء من ذلك، يدوه إلى هذه الأماكن وهذه الأماكن تتكاثر فيها الجن، لأنه كما تعرفوا الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل أنه يغوي أولاد بني آدم أو يحتنك ذريته أجمعين يجيبون معه، حلف قدام الله عز وجل. وهذه مهنته الجن، فلما يجيبوا هذاك الإنسان المجنون وشي من ذلك يجيبوه لهذاك المكان، الجن ترتخي بعضها البعض يقول لهم لو تخرجوا منه هذا لكم أذيتوه، هذا تخرجوا منه يعني ويرجع صحيح يزيدوا الناس اعتقادا في يعني هذا الولي الصالح. وهذا هو هذا هو قصدنا نحن، هو أن يعني نوقع أولاد آدم في الشرك فعلا، فيخرج الجن اللي عند هذاك الإنسان المريض ويرجع إنسان بس ما شاء الله يمشي في الأسواق ويسلم على أهله وبعقله غير ذاك. نعم يقولوا الناس شفت 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 دينا سيدي فلان شو كيفاش، وسيدي فلان هو اللي نفعه. وهي القضية يعني سيناريو كما يقال اليوم ومسرحية من الجن على والشياطين على أولاد آدم من أجل فعلا يعني أن يعني يغوهم وأن يوقعوهم في الشرك. ذكر هذا يعني الشيخ الإسلام في يعني بعض فتاويه رحمه الله. نعم هكذا. ثم بعدك يقول ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا. لاحظ قبل ذلك يعني فعلا الله عز وجل يبين يعني عن المشركين أنهم يوم القيامة سيتبرأ المعبودين من عبادهم. قم خطينا احنا ما قلنا لكم شروحوا لقبورنا وشركوا بينا وعبدونا واطلبوا من النفع والضر وشي من ذلك، كما قال الله عز وجل في أول سورة الأحقاف قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء، هذا اللي كانوا يعدوا فيهم يعدوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك يعني فإن هم يقولوا هذا الناس الضالين هذا يقولوا لمن يدعوهم للتوحيد يقولوا باللي انتم راكم أعداء الأولياء والصالحين، احنا نقول بالعكس تماما، نحن فعلا أنصار الأولياء الصالحين، احنا أولياءهم احنا نحبهم حقيقة لندعوكم إلى ما دعوهم هم إليه وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. وإذاك الله تعالى قال في هذا الآية وكانوا لهم أعداء، هذا لكم انتم تعتقدوا بأنكم تحبهم يوم القيامة يكون لكم أعداء، وهذا يعني بنص كلام الله عز وجل. ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، وهذا ذكره الله تعالى تقريبا ما من رسول وما من نبي إلا وذكر الله تعالى هذه الحقيقة عنه. قال والمراد إني ناصح مخلص أمين في هذا الذي أدعوكم إليه من عبادة الله وحده، لا أسألكم أجرا فتتهموني بطلب المنفعة لنفسي. ولاحظ يعني تقريبا أغلب الأنبياء يبدأون بهذا، لأن المال كما تعرفون هو مربوب ومعبود الكفرة والمشركين والضالين ونحو ذلك، هو الأول هو الأساس، هذا هو الذي يعبدونه حقيقة. وكثير من الناس اليوم يعني فعلا لا يعبدون إلا دينار والدرهم كما ذكرنا، هذا هو معبودهم والأساس. وإذلك فبدأ به يعني لا تعتقدوا أني يعني ما لما أدعوكم إلى التوحيد تعتقدوا أنني أطلب منكم مالكم أو أتكثر به أو شيء من ذلك، ولكن قصدي فعلا يعني أن هذا يعني لا أسألكم هذا المال، وقصدي أنني أكون مخلصا وأمينا
في دعوتي إليكم. بالتالي لا أسألكم يعني مالا فتتهمونني بطلب المنفعة لنفسي. وإذاك لاحظ نلاحظ هنا نفي النفع المادي الذي هو مألوه النفس الكافرة المتكثرة. نعم. والغريب لاحظ سبحان الله العظيم يذكر الله تعالى واحد معنى عجيب جدا، أن المؤمن الذي يعبد الله حقا لازم يبين في المال نفسه أنه لا يساوي عنده شيئا، بل يعني هو من يحض على المال ويدفع المال ويعطي الصدقات ويحض على طعام المسكين و و و وإلى هذا الكلام، باش تبين باللي راك فعلا يعني مخلص لله حقا وعابد لله حقا لازم تبان فيك هذه الخصلة. والغريب أن الذي يعبد المال وطبعا يعني هو مشرك تجد أحرص الناس على المال بالتلف ويبخل بهذا المال. هذا في بداية سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى المال أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى هي الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. سبحان الله العظيم، يعني المؤمن لازم يبرهن أو في المال بأنه يعطي وينفق على الفقراء والمساكين ويخرج زكاته ويقضي به حوائج المؤمنين ويتصدق به إلى غير ذلك. العام هذا المؤمن. والعكس الذي يعبد المال حقيقة وهو المشرك فتجده يبخل بهذا المال يعني من أجل يعني مصلحته هو. فبدأ النبي دائما يعني كل نبي يبدأ بهذا، أن يعني المال هذا الذي تعتقدون أنتم أنه عصب حياتكم أنا فعلا لا أطالبكم به ولا يعني أطلب منكم أجرا، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لكم، حتى إذا كان طلبت يعني هذا الأجر فهو لكم، ادوه سيدي ادوه أنتم فكوني منه هكذا. إن أجري إلا على الذي فطرني، أي ما أجري الذي أرجوه على تبليغه تبليغكم إياه إلا على الله الذي خلقني على الفطرة السليمة من هذه البدع الوثنية. معنى هنا كثير من العلماء قالوا لماذا لم يقل الله تعالى إن أجري إلا على الله كما في آية أخرى، قال هنا إن أجري إلا على الذي فطرني، أي أجري على الذي خلقني على الفطرة، يعني الفطرة هي الخلقة، على الفطرة السليمة من هذه البدع التي ابتدعها قوم نوح أوائل الأوائل بتصويرهم الصالحين منهم لحفظ ذكراهم، فزين لهم الشيطان تعظيم صورهم وتماثيلهم فبعد ذلك فعبادتها. والحديث رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما يعني دعا نوح قومه قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، قال هؤلاء رجال كانوا صالحين قبل قوم نوح، كانوا صالحين على الإسلام وعلى الفطرة، لما ماتوا أراد الناس أن يخلدوهم يخلدوا ذكرهم، قال والله كانوا ناس طيبين وما شاء الله عملوا الخير فيعني نجو إلى قبورهم فيعني نتذكر أحوالهم كذا، وهكذا يجي جيل ويجي يروح جيل يجي جيل يروح جيل إلى أن جاء جيل قالوا لازم ندير لهم تماثيل نصوروهم، لا هذا تمثال ود وسواع ويغوث ويعوق وهكذا نتذكر يعني أعمالهم الصالحة، وهكذا فات جيل جاء جيل لم يعرفوا يعني فعلا حقيقتهم كما قال عبد الله بن عباس فتنوسي العلم، نساوي حقيقتهم الناس، شكون هذا الصنم هذا نتاع ولا التمثال نتاع ود وسواع ويغوث ما عرفوهمش على واش، فقالوا ان ابائنا ما كانوا ياتون الى هذه الاماكن ويعني فعلا يدعون وغير ذلك الا انهم يعبدونها فعبدت من دون الله عز وجل، ومن ثم دخلت فكره الاصنام هذه هكذا. اذن ف يعني منذ ذلك الزمن من زمن يعني نوح وهي
تعبد من دون الله عز وجل. أفلا تعقلون، أي ما يقال لكم، أفلا تعقلون ما يقال لكم، يعني من الأمر بالإيمان والدعوة إلى الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى، فتميز بين الحق والباطل والنافع والضار، وأن الأخ لا يغش إخوته، فمدام هود أخوه فهو لا يغش إخوته ولا يعرض نفسه لغضب قومه بدعوتهم إلى ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم، فهو ناصح أمين في هذا. يقول الشيخ الألوسي رحمه الله تعالى، وفي ذلك يعني لما قالهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، قال إزاحة لما عسى أن يتوهموه، تمحيصا للنصيحة، فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع بمعزلين عن التأثير. نعم، إذا كان معناها فيها مطامع دنيوية ومالية وغير ذلك، نعم، فلا تؤثر تأثيرا يعني فعلا قويا. لكن لما يقول لهم باللي ما عندي حتى مطمع في مالكم، هنا ممكن يكون للنصيحة تأثير. نعم، وجعل الصلة يعني في هذا، قال فعل فطر الذي هو الإيجاد والإبداع، أي الذي أوجدني وأبدعني، لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى شركائهم. يعني أن هذا الذي فعلا يعني الذي أدعوكم إليه، أو أن أجري الذي سيعطيني الله عز وجل سيعطيه الله عز وجل وحده، لا يشاركه في ذلك أحد من يعني شركائكم ولا شيء من ذلك. ثم قال بعد ذلك ويا قومي استغفروا ربكم. إذن بعد أن دعاهم للتوحيد ونفي الشرك عن الله عز وجل، وبين لهم أنه ناصح أمين مخلص في الدعوة، لا يريد أموالهم ولا شيء من ذلك، بدأ يبين يعني فعلا جوهر يعني دعوته، فقال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نعم، قال الشيخ وقد تقدم الأمر يعني هنا في الآية الأولى من الصورة في مسألة يعني الاستغفار، لكن هنا في معنى مهم جدا ذكرنا أكثر من مرة في الحقيقة في يعني مسألة الاستغفار هذه، وهي كثير من الناس يخطئون في طلب الاستغفار. يعني لما نقول للناس وش تقصد بالاستغفار، يقول لك يعني أن يغفر الله لنا، أن يمحو عنا الذنب، والحقيقة أنها ليست هي محو الذنب كما قال العلماء، ليست هي محو الذنب.